بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 42 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة سائل أبو إبراهيم مقيم بالرياض، يقول: كثرة في هذا الزمان البيورة وعندي مبلغ طيب أريد أن أضارب به، بماذا تنصحونني مأجورين كي يكون هذه الفائدة صحيحة وخالية من أي ربا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المضاربة الشرعية صحيحة المجمع على جوازها أن تدفع مالا لمن تثق به يبيع به ويشتري، والربح بينكما على ما تشترطان، هي المضاربة الصحيحة، يبيع به ويشتري في السلع المباح، لا يستعمله في القمار أو في الميسر أو في الربا، وإنما يستعمله في المعاملات المباحة، وما تحصل من ربح يكون بينكما على ما تشترطان، هذه هي المضاربة الصحيحة. السائلة أم سامي تقول: ما حكم النوم على البطن وهل ورد فيه شيء من الأحاديث؟ نعم، يكره النوم على البطن، النهي عن ذلك. نعم. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: بالنسبة لقراءة الورد بصورة جماعية هل فيه شيء فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا بدعة، الورد والذكر ورا جماعية هذا بدعة، أما الذكر بصوت أفراد كل يذكر الله في نفسه سواء لا يكون جماعي، هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخت عالية أرسلت بهذا السؤال تسأل عن حكم النشوز من المرأة إذا دعت الأباب إلى ذلك. النشوز لا يجوز من المرأة، وهو أن تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب له عليها من الحقوق، هذا هو النشوز وهذا لا يجوز. أما إذا امتنعت منه بسبب إساءته إليها أو عدم إعطائها حقها الواجب عليه، هذا لا يسمى نشوزا، هذا يسمى امتناع بحق. إذا أبى أن يعطيها مهرها مثلا أو لها عليه حق وأبى أن يعطيها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يعطيها حقها. نعم. أبو حسام سوري ومقيم بالرياض يقول: قال لي زميل أثناء محادثتي معه بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ماذا يدخل في هذا وهل قوله صحيح؟ هذا كذب، ليس في بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة كلها سيئة بنص الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليس هناك بدعة حسنة في الدين، وإنما كل بدعة في الدين فهي ضلالة. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل أبو حسام يقول: أيهما أفضل من الأيام، 10 ذي الحجة أو 10 الأواخر من رمضان، كي يواصل الإنسان العمل الصالح فيها؟ إلى 10 فيه خير كثير وفضل جزيل وفضائل كثيرة في هذين 10، ولكن يقول بعض العلماء إن ليالي 10 رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من أيام 10 رمضان، أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 رمضان، على هذا بعضهم، الله أعلم. يقول السائل:
السائل أبو عبد الله بأنهم يخرجون في رحلات برية أيام الأربعاء والخميس والجمعة، يقول هل نقصر ونجمع الصلوات مع أننا نتنقل من مكان إلى مكان طلبا للربيع؟ إذا كنتم تقصدون جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر ولا يكون القصر، أما إذا خرجتم من البلد لا تقصدون جهة معينة ولا تدرون أين تذهبون قريب أو بعيد، ليس لكم القصر في هذه الحالة لأنكم لم تنووا سفرا وإنما تنوون المكان المناسب ربما يكون قريبا دون مسافة القصر. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، يقول إذا كنت في المطار في إحدى الدول وصليت وحدي صلاة الظهر ركعتين ثم أردت أن أصلي العصر هل أجمع معها العصر؟ نعم، إذا كنت في المطار في غير بلد، في مطار غير بلد أنت مسافر تقصر وتجمع، أما إذا كان في بلد المطار في بلد وأنت منشئ للسفر من بلدك وخرجت إلى المطار فهذا فيه تفصيل، إن كان المطار داخل البلد فإنه لا يجوز لك القصر والجمع لأنك لم تبدأ السفر ما زلت في البلد، أما إذا كان المطار خارج البلد فإنك تكون قد بدأت السفر إذا خرجت من البلد إليه تكون بدأت السفر ولك الجمع والقصر. يقول إذا كان هذا يوم الجمعة أيضا الشيخ الجمعة لا يجمع العصر مع إذا صليت الجمعة لا تجمع معها العصر لأن الجمعة ليست من جنس العصر، أما إذا لم تصلي الجمعة لأنك مسافر وصليتها ظهرا فلك أن تجمع معها العصر. يقول الشيخ ما أنجع دعاء يدعو به الإنسان لكي يتخلص من ضيق الصدر؟ الأدعية كثيرة، ذكر الله جل وعلا عموما، ذكر الله عموما بالتسبيح والتهليل والتكبير ولا سيما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي والنون عليهم السلام. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد أحد أصحابه جالسا في المسجد فقال له ما أجلسك يا فلان؟ قال هموم وديون ركبتني يا رسول الله. قال ألا أدلك على ذكر تقوله يفرج الله به عنك؟ قال بلى. قال قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال فدعوت بها ففرج الله عني. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أن أخت السائلة أم علي تقول تراودني الوساوس وتفكير في فعل أشياء محرمة كأن أفكر في سرقة شيء ما، فضيلة الشيخ هل يواخذ الإنسان في هذا التفكير وهو لم يفعل؟ هذا وسواس من الشيطان ولا يضر الإنسان، عليه أن يرفضه ويتركه ولا يضره. قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. السائل الذي رمز لاسمه بأبو إبراهيم يقول إذا سلمت على شخص ولم يرد علي هل أكون بذلك حصلت على أجر السلام ولو لم يرد علي؟ نعم، أديت الذي عليه ويكون عليه إثم لأن البداية بالسلام سنة ورد السلام واجب فهو يكون عليه إثمه وأنت أديت الذي عليك ولك الأجر. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف الخرج يقول إذا تزوج الرجل من مدرسة هل يحق له أن يأخذ من راتبها برضاها للحاجة والمصلحة أم أن هذا خاص به؟ نفقة عليه، نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على الزوج، لكن إذا كان تزوجها وشرط عليها أنه يمكنها من الوظيفة وتعطيه من الراتب الشرط يجب الوفاء به، يجب عليها ذلك وموجب الشرط، أما إذا تزوجها ولم يشترط عليها لا يأخذ منها إلا ما سمحت نفسها به له. نعم. أم ياسر من القريات تقول أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالحضانة بالنسبة للأولاد، فهي تخفى علينا كثيرا وبين زوجي سوء خلاف عن حضانة الأولاد حيث طلقني وعندي أولاد سنوات 5 سنوات 4 سنوات وسنتين، أرجو تفصيل ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية. باب الحضانة باب واسع، وإذا حصل بين الزوجين خلاف فيها
المرجع فيه إلى المحكمة. والحضانة معناها حفظ الصغير وعمل ما ينفعه وتجنيب ما يضره. فإذا طلقت المرأة ولها ابن صغير فهي أحق به ما لم تتزوج، هي أحق به ما لم تتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغ الغلام 7 سنين مميز مخير بين أبويه إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فإنه يستلمها أبوها وتكون عنده إلى أن يزوجها من أجل أن يصونها ويحفظها. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلتها تقول: ما أفضل الذكر الذي يجب أن يلتزم به شيخ؟ لا يجب أن يلتزم بشيء من الذكر، الأذكار مستحبة إلا ما كان في الصلاة سبحان ربي في العظيم بالركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، فهذا واجب من واجبات الصلاة. أما الذكر خارج الصلاة فإنه لا يجب، وإنما هو مستحب.